لمبي. لا انت كنت بقى المهم اللي هو احسن من ابوك قال لك على مكان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواته. تعالى يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال لك الكنز يا حبيبي يلا جوه على طول يلا. انا بيجري ورايا ايه اه ده انت عشان عرفت مكان الكون. طب لا ما تقلقيش ما تقلقيش. ايوه ما تقلقيش. انت فين بقى دلوقتي؟ ايه فين؟ يا عم الحاج انت بتقفل ولا بتشتغل ولا ايه؟ يا بقى انت كده طلبات المعلمين. هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين يا لمبي؟ احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقه تعبان. يا لمبي يا ابن الحلال بدل قطعه النفس ديت قول لنا الكنز فين. ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده. ويا دار ما دخلك عو. يا عم عو ايه وبخ ايه ونو ايه؟ الله كنز ومش كنز. وانت بتصدقوا التخريب بتاع ابويا ده؟ راجل بكل شويه طلع ان هو مات وما بيموتش. ده مش احتمال يكون موجود الوقت فوق وتلاقيه صاحي. نعم امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شفتوا انتوا ناس بدلين لان انتوا كل اللي يهمكوا الذهب والسلاسل والجواهر. انما بني ادم زي ابويا لحم ودم وكوارع خلاص ولا يروح فيها في 60 داعية. يا لمبي انا مش عايز اذيك. ده فرق ده هتزين ازاي يا عم الحاج؟ ده ما خدوش الناس اللي يأذي اللمبي. يا اما الارض شدت ويا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبي انا روحي بقت في مناخيري. نف على جنب يا عم الحاج وخرج روحك وريحنا. ولا شغل الاستهبال وسايب وقع مني وابراهيم السلاق ده ما ياكلش معايا. امال ايه اللي ياكل؟ تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظه ديت كان طاري مع ابوك بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شيك واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله بمساجده. دور عليك بقى. قول يلا. اللي عايشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين ولا شفنا لا كنز ولا دياول. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ انا ملوش فيه. حلو كده من الاخر؟ اللمبي ملوش فيه. اللي ليه حاجه عند ابويا هريسه يتفضل دلوقتي ويروح محترم على بيت هريسه وياخدها منه. يعني ده اخر كلام عندك يا لمبي؟ ايوه هو اخر كلام. ايه اغشك في وشك يعني واديك قرد ما بينطش ولو ليك الشوق هوب فوق. جاي ولا الدور الجاي يا عم الحاج؟ اللي مش عاجبه كلام على سن مطوط هنا والفه تنوره وتفضل ينيلك وينيل موعدك يا لمبي مفرهدني. بس بوسه لمبي. هات بوسه بسرعه كده يا واد. احنا في الحته يا بنت. هات بوسه يا بنت. لا خلاصي مجنون وبموت في جنانه. ايه مستنظر ايه؟ مش عارف كان في حاجه بقى. ده انا بجري ورانا يا بنت. اجري بسرعه يا بنت. يا بوسه يلا بس بوسه. خرابي طيب انت خلاص مش قادره. مد شويه يا بنت. مش قادره يا بنت. خلاص بقى انا فرحت. انا مش عارفه هو احنا مزاجينا ايه. ايه يا بنت اللي بنجري ليه؟ هنكون بنعمل لايت. لايت ابويا مات يا بس بوسه. عندك هريسه خلاص بح ما بقاش في منه الامامه. عندي هريسه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خلاص ايوه خلاص. ايه يا بنت صوتك يبقى في السايلنت. ايه السايلنت ده ازاي؟ سايلنت يعني ساكت خارج لا تاكل عتبه. عارف ايه اللي حببني فيك؟ ايه علامك. امال ايه يا بنت؟ لازم فضلت امال ايه اللي خلاني فضلت مصمم ان انا اكمل علامي؟ مش عشان ابقى مشبوخ في نفسي كده؟ يا عسله نيله. احنا في حاجه بننساها كل مره. انت يانا يا لمبي. انت يانا؟ تعالى يا بنت تعالى. اجري يا بنت. اجري يا بنت. تعالى يا بوس بوس. ايه؟ شكلنا هربنا منهم. مفيش حد؟ لا مفيش حد. أكيد؟ أيوة يا بنت ما تقلقيش ما تقلقيش إن شاء الله. بس أنا خايف أبويا يكونوا سرقوا ولا حاجة. إن شاء الله. أهو أبويا. يا لهوي
هو انا عامل كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش ما تبوظيش الدنيا. يا بنت خدي. خايفة؟ ما خايفة من ايه؟ ده رجل ابويا. وبعدين هو عامل لي علامة ها؟ يقول لي فين اتجاه الكنز. ماشي؟ انا اروح اعرف ايه؟ هتعمل ايه يا لمبي؟ بص هعديك بالدماغ. خلاص خش. ايه يا بنت موسى؟ خش خايفة. خش. خش. يا بنت استني يعني حارق الضوافره استني شوية. اهو ايه؟ اهو ده انا بص هحمك بميه الدهب وانشفك بالحرير في حرير. وانا خلاص انا هفجر بعد كده وهديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني. والله ايه في حاجه بتشيل خلي خايفه يفرقع. يا بنت فرقع ايه ده؟ ايه ايه دي؟ ايه يا بنت في حاجه جوه بنت الشيخ ده. ايه ده؟ مد ايدك كده. ايه ده؟ ايه دي؟ ده حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده. اقرا. ايه ده؟ اقرا انت. انت بتستعير عليا ما انت عارف اني ما اعرفش. عشان انا بوريك الثقافة. ان انا نازل في المستوى قد ايه يا بيت. طب اقرا. لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه. هتعرف ايه دي؟ اه. ايه دي برضه؟ اه. هتعرف مكان طريف؟ طريف؟ ايه تعريف دي؟ هتعرف مكان طريق طريق ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي ناحيه المدفن. والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك لا في لا كنز ولا كنز. في كنز ولا كنز؟ اه. والنبي دي شكل واحده هتجوزها دي. يا بنت ابويا عارف هو بيقول ايه؟ وبعدين ادينا ورا باب الكذاب لحد باب المدفن. مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح. وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر الوقت ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني. ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوتي. لو النعمه حنوتي. اه اوعي. حنوتي. انت عارفه انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي. عسل يا نيل. بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجاله؟ اه. خلاص هو يجيب لنا اتنين عتاوله اللي عنده دول ويروح واخدينه لافحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك. ماشي ده ما فيش اكتر من رجاله عند ابويا. امالك يا بنت ليه كده؟ انا بعمل بعينك مفجحه. عشان رجاله. رجاله انك خلاص بقت مفجحه. انا ايه يعني جامده؟ انت عسل لينا يلا. البنت المصر عايزه ارعش بقك ده الوقت كده. يا واد ابوك ميت. اكله ميموت اللي عامل له ايه؟ هو اللي جايب توقيت غلط. مالك انت؟ انا كان عليا عايزه احذف في المنور بس عشان زلت الفحم بقى ما ينفعش الواحد. انت صوتك. طب جيبي بصي في الحاجب ولا في الارض. الله ما تفوتوا يا جدعان. ايه الشغلانه انتوا شايلين فيل ولا ايه؟ ايه يا بسبوس؟ ايه؟ امال ابويا والرجاله والعتاوله و... ايه اللي حصل؟ اقطع دراعي من عند بقي. اما كانوا دول جوز ميتين وخارجين يوجبوا مع ابوكي. كتر خير ابويا ان عمل معانا اللقطه دي. لقطه؟ ما بص اللقطه هنا ان شاء الله. سيجارتين سوبر ماشيين شايلين جثه هريسه. وطي صوتك لا يسمعوك. هيسمعوني ليه يعني؟ اللي بيسمع ده يكون في روح في قلب الجسد. انما بص دول متوفيين. والله بقى ده اللي ابويا قدر عليه. وبدل النعوره دي ما كنت تجيب الجلابه من عندك يا لمبي. واحسن من ما فيش. احسن من ما فيش؟ اه. هم دول بقى قبل ما فيش بهبابه. وبعدين بدل ما توجبي مع حبيبك الليمبي نور عينك وكليتك يا بنت. يعني اعمل ايه؟ نور عينك صوتين حياني كده عشان ابويا. ابويا مات يا بنوت يا بنت. طيب حاضر. يا بنت مات من المصحف ده انا زعلان قوي. يا لهوي. ايوه كمان واحده يلا. يا لهوي. واحده بقى طلع فوق شويه عشان الناس في المنطقه. يا لهوي. ايوه زغرتي بقى. يا لهوي. بنور فيك
كبت امك. سيد احنا حنت من ابوك. انا من الحيب انا الميت يعني الريحه احنا حنربي في الحفره ونيجي. عم الله والنبي يا ريت المراحيل يخلوا بالهم من المرحوم. الليلة الزرقاء انا مش عارف الحقيقه حيروحوا فين دول. ارفع يا عم الحاج. صوتك يا لبي. وانت صوت ايه؟ تعرف ان انت بسبوسه؟ تعرف ان احنا ناخد هنا مدخل؟ لما ناخد لو خدنا مدخل لو انا لو انت خدنا مدخل هنا يا خمسه مش عارف بقى مش عارف بقى مش عارف بقى انت 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 رخم قوي انت واللي جايبينك يا لبي. ابوك لسه ميت. يا بنت ميت ايه؟ من هنا تعال. على مهلك على مهلك. اطلع اطلع فوق. اطلع يا عم اطلع يا عم. انت شايل واحد بتنوره ما تطلع على فوق. اطلع يا رب ده ما عرفش لك انت. ايه يا ست الكل مش نقبض احنا بقى عشان نخلع ونشوف اللي ورانا؟ ما تصبر يا اخويا انت وهو مستربعين على ايه؟ الراجل ابوه مات هيترحم عليه ويدعي له ويديكوا حسابكم. بس ده طول قوي كل ده بيقرا الفاتحه. طب استنوا هنا يا رب تتعذب لو ما قتل الكنز ما كانوا مش يا لم. ايه يا بنت ايه يا بنت في ايه؟ انا فزعتني ان قلت في جثه قفشتني تحت. يقطعني عايزك تراضي رجاله بس كده. عينيا شكلي رجاله قوي شاكرين قوي شاكرين قوي. خلاص كده مرضيين هم؟ مرضيين ايه يا لم؟ بيديهم فلوسهم. على فلوسهم؟ انا مش فاهم اثنين ميتين زيكم هيعملوا ايه بالفلوس؟ يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي بقوله ده؟ انتوا جايين هنا ليه اصلا؟ جايين عشان نتحاسب. تتحاسبوا؟ طب وانا مانعكم بحاجه ما تنزلوا التربه ينزلوا تحاسبوا. جرى ايه يا لمبي؟ ما تديهم اوجه دفن ابوك. انا جرى ايه انت بتتجنن كده ليه عشان تبع ابوك ولا ايه؟ ما تديهم فلوسهم. حديهم نيله فلوسهم خلاص. لا حاضر. معاك فكت معاك 10 ولا 5 ولا اي حاجه؟ انا معايا فكت 10 جنيه 10 جنيه على بعضتها. وريني كده هات ال 10 جنيه. وانت معاك كمان فلوس؟ انا معايا 5 5 جنيه. انت دافع 10 وهو 10 ماشي. استنى نحط ايدينا احنا ما لين بياكل حق حد ده هي خلاص يعني. عبيط انا؟ اتفضل يا عم 10 جنيه حلوه وانت 5 جنيه. ايه ده ايه ده؟ اشمعنى هو 10 وانا 5 يا لمبي؟ بس ماشي يا عم انا خد يا عم ده 5 كمان اهو كده مرضيين وصباح الفل ولا ايه؟ مرضيين وتمام وزي الفل. لا الفل ما كنتش حق حد. يلا بالسلامه كملوا بقيه حساب انتوا. يلا الف سلامه. ميتين من الاخره جايين هيضحكوا على لمبي وانا عبيط ولا ايه؟ بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ ما تيجي تسيبك من حكايه الكنز ونعيش زي ما خليق ربنا. يا بنت ما احنا رايحين نعيش اهو. لو قعدنا هنا اللي هنموت. وبعدين ابويا هريسه اللي هو حماكي ساب لي الكنز ده عشان خاطر ما بقاش خدام زيه زي بقيت جدود جدود جدوده اما كلهم كانوا بقوا خدامين. ايه الكلام ده يا لمبي؟ مش متعود عليك تقول كلام يائس وجواه غامق. لا لا يا بسبوسه مش كلام انا اللي يائس وغامق من جوه. الويقع الويقع هو اللي غامق ويائس من جوه. الحياه في الابسوليوت اللي كلها زي الموت بالظبط. الموت هو الحقيقه والويقع الابسوليوت للبني ادم في وسط الدنيا الزهوبه. جاي يا لمبي انت سايبني وبتكلم نفسك؟ يا بنت بتكلم نفسي بقى انا عايش وعامل فيها عبد الحليم حافظ وانت زلطه قاعده جنبي؟ يا بنت الخيال ده عيشيه معايا بدل ما انت واقفه في الضله كده. بلا خيال بلا بتاع. هنعمل ايه في القدس؟ هنعمل ايه في ايه؟ في القدس. في القدس؟ اه هنعمل ايه في القدس؟ بالذمة يعني دي خلقة يعني ولا بق يتقال الكلمة دي كده؟ ماله بقي؟ ماله بقي؟ انت بتتجنن فيا يا بت ولا ايه؟ ايه يا لبي انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ يا بت وديك بالدماغ كمان يا بت دم نفسك بحسن بدار ايدك اتصاب لك في سنانك. راشي سخن ودمه فايش. لم الفاضي ده. طب هنعمل ايه يا سيدي رجالة؟ لا تجيب البوسة بقى. بس يا لبي في ميتين. يا بت تجيب البوسة في القبور دي كده. بس يا لبي. تفك الصدور. تعالى عايز. هنروح فين؟ المفروض ننزل تحت نعرف بقيه السر من عم كريسه. اه لو كده بقى سيبها لي تعالى ورايا. طبعا ما انت ابوك شيخ الميتين. تعالى. بس خلي بالك وانت نازل. تعالى بس انت اللي خلي بالك. انت ايه يا امبي بالراحه؟ ما تخبي ما تنزل بقى هنزلي. ما تنزل. ايوه يا بنت لا طبعا انت واخده على الحكايه دي ابوك السفير الاموات. دي بنت بالراحه انت محسن لي داخله بيتكم. بسرعه شويه يا لم. الله تصدق يا لمبي تربة ابوك شرحة شرحة؟ صدقني فعلا شرحة؟ اخدها لك سكن جديد؟ يا بنت ده مدفن مدعي من لواجهه. ايه؟ ايه؟
ايه انت جاي بتفهمني ولا ايه؟ جاي يا لمبي انت خايف ولا ايه؟ لا لو خايف تقولي من دلوقتي هنا. لا لو خايف تقولي من دلوقتي مش اللمبي يا بنت اللي اتعبت ولا اي حاجه، ده انا بضحك انا واتفنك في قلب المدفن. عارف ايه اللي حببني فيك بردك يا عسله؟ ايه؟ انك واد حمله. امال ايه؟ امال ايه الحمله؟ ده انا طول عمري مصمم ان انا ابقى حمله. الله. الله في حاجه، احنا بنجري من ايه؟ يا ابوك يا لمبي. اه ابويا. يلا خش. اه ايه؟ طب بص عشان خاطر ان يعني احنا ما ينفعش ان احنا نخبي حاجه على بعضنا، صح؟ خير يا حبيبي قول. يعني احنا هنبقى في جواز بيننا وبين بعض كده وفي عيال وفي خلفة، فلازم ابقى صادق معاكي. قول يا راجلي. نخاف قوي. يلا خش يا لمبي، ايه اللي خايف ومش خايف؟ نصيبة دي، يلا تعالى. ده ايه البنت دي؟ الله شفت عامل ايه؟ اه ابويا رافع رجلينا ناحيه الكنز. كنز؟ هنا بالحته دي. بس احنا هنهكت يا قصب ازاي؟ جرب زق كده. ايه؟ مش عارف. اخش فيها ماله بدماغي بقى. شديد. ايه رايك بقى؟ شديد. حلو دي؟ تعال يلا تعال عشان نشوف الكنز. يلا خش. خش فين؟ هو ظلمة ولا ايه؟ انت لسه خايف ولا ايه يا لمبي؟ يا بنت خايف ايه؟ انا مش شايف بس. طب يلا خش. خش هنا. خش اعمل ايه؟ ايه؟ خش اعمل ايه؟ الباب. الباب ايه؟ ما هو مقفول اهو، واضح ان احنا حاسين ان تعيس. يلا بينا نطلع نسلم نفسنا يا بتبوس. نسلم نفسنا؟ انت مش معاك المفتاح؟ مفتاح ايه؟ مفتاح الكنز، يلا بسرعه جايين. اه مفتاح الكنز. ما هو؟ بسم الله. ايه ده؟ بص ده انا عم اغنيك المصحف، ده انا مش هستغنى عنك طول حياتي. دخل في القهر بتاع قشطه. دخل يا بنت في القهر بتاع الحقني يا لمبي. يا حبيبتي يا مزبوطه. الحقني يا لمبي. يا لمبي الحقني. مش يجري لمبي ولا يجري وماسك البنت المزبوطه في ايديه والديان عمالين يجروا وراه وهم جدو هي ايه يا حبيبتي؟ قطاطة نامت فجأة وهي بتحكي الحدوتة، ده عادي يعني؟ قطاطة قطاطة انت جاي تبقى في الشغل ولا ايه؟ يا قطاطة اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. شفت حبايبي كلهم كل الأموات وبيسلموا عليك يا عباس ومستنيينك. انت بتفولي في وشي ولا ايه وليا انت؟ لا بالنبي يا حبيبي، ده هم طايرين كده. الله يسلمك على عباس. خلاص انا مش عارف انا جالي هبوط فجأة دي. طيب اجيب لك شوكليت كيك؟ اطلب لك شوكليت كيك؟ ده حلو ولا حلو ولا استحلام؟ حلو طبعا يا قطاطة. مش استحلام؟ لا استحلام. بس انا عايز املمع ده كتير. لا حلو. اخد اهو ماشي؟ اطلب لها شوكليت كيك يا جدو. اتنين. جبت شكر الكين منين دلوقتي يا حبيبتي؟ لا من ايه ده؟ وانا عايز اذكر كل شكر الشيك اللي قلت عليه. اوعدك الصبح اول ما يفتحوا هجيب لك شكر سكيك. خلاص؟ بأذن. طب اكل فشار حلوة؟ ماشي صح. جدو صحي مامي تعملها فشار. مامي انت مش قلت بماما تعجلت؟ خلاص ماما نايمة يا حبيبتي، هتصحى من سابع نومة دلوقتي تعمل فشار. طب اقول لك هات لي دوم وفل ودور عويجه وسوداني وجب وموز. وبعدين معاكي بقى بدل ما اطلع زرابيني عليكي وانت فاهمه. مرتني كده طالع زربوزه واحده؟ بصي بيكلمني ازاي؟ معلش يا قطاطه، في ايه يا جدو انت بتعصب عليا كده ليه؟ وانت مش عارفه كده ليه حاطط دايره من الرياله. خلاص معلش ما تزعليش يا قطاطه. لا ممكن تقولي لي بقى بسبوسه عملت ايه؟ بسبوسه بايه؟ حبيبه الليمبي. الليمبي
يا لبي يا لبي الحقني الحقني يا لبي يا حبيبتي يا بسبوسه هذا انا عارف ادور في اوضه لما هدور في الصحراء يلا بس انا متفائل ايوه اكيد هيبقى جدي هريسه دوت صاحب محاجر هنا ولا والورث هيبقى عربيات روري بقى وبندوزر ويبقى هو ده الكنز ايوه افتح يا سمسم افتح يا سمسم افتح يا سمسم حسنسن ابويا اسرع ايها العبد الكسول ولا تتلكا والا قتلتك ده بنسيل وفلن هنا اكيد فجر الاسلام فجر الاسلام بتسالوا فجر الاسلام النبي عن النجم عايز اسالك سؤال كده وانا اروح منين هنا ايه يا عم انا بقولك انا عايز اتصور معاك بقولك انا اروح منين ازاي عند الناس يعني لن يتحدث معك عبدي الا باذني انا الملك الملك ملك ايه يا عم انت واخده مفروش كيف تجرؤ كيف تجرؤ ان تتحدث مع عبدي دون اذني وما زي النساء هذا أمخنث انت من اي قبيله انت اللي من اي قبيله من عند قبيله عبيد مالك يا عم الحاج انت اندمجت في الدرعه وكده ليه وبعدين فين الكاميرات اللي انتوا بتصوروا بيها هنا فين مندمج قوي ومحروق انا بسالوا كلمتين انا بقول اذا كان ينفع هو ورد عليا ينفع مش هينفع خلاص يا عم الحاج هو حر حر اتقول على عبدي انه حر خسرت انا انت قتلته بجد ولا ايه؟ يا نهار اسود ده المعاون هيطرقع لك على قفاك يا للخساره كان عبدا رائعا الان سوف اذهب الى السوق كي اشتري عبدا جديدا هي فين فين الكاميرات اللي هنا؟ فين هي؟ فين؟ فين الكاميرات؟ كاميرات فين؟ خسرت يا مخنث لا بقول لك ايه؟ اصحى بقى يا عم الحاج وهيحصل معاك الصحة كده يا عم الحاج خلي بالك لحسن ده انا بص اوعى 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 يا اوعى يا في الارض يا اوعى اركع يا ابني وانت على جبالك كده وروح مزوعك وروح مع بعضك كده ما هذا السراح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولو ارجوك ارجوك لا تقتلني ايها السيد ارجوك كاميرات فين خلاص انهض انهض يا ابن المفضوحه انهض يلا خلاص لقد عفيت عينك لقد عفنيت عينك اشكرك فين بقى الكاميرات بقى فين خد يا الله يخرب بيتك الموضوع ده بجد ولا ايه وبعدين الليرش ده بانه هيعمل لي مشكله بروبلم ودا ودا انت ودا 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 يا قوم يا قوم هذه اخر قافله ستذهب الى مصر هذا الصيف هل يريد احد ان يذهب الى مصر هناك مكان لشخص واحد مع السلامة عليكم والنبي انا يعني عايز اسال هي العشوائيات دي متجهه لفين العشوائيات دي متجهه لفين انا عايز اروح مصر انا لا افهم شيئا مما تقول انت اعجمي تحدث العربيه ما عنديش عربيه انا بقولك عايز 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 اروح عايز اتكلم بالعرب يعني لقد سمعتك تهلفت بالكلام ان هذه القافله دي ذهب الى مصر هل هذا كلام حسن ولا نجيب ام حسن ولا ايه انا لا افهم شيئا سواء تحدثت بالعربيه او بالاعجميه فعلى كل حال هذه هي قافلتي سوف تتجه الى مصر وهي اخر قافله هذا الصيف وسوف تصل خلال شهرين او ثلاثه اشهر يا ويحي يا ويحي ثلاثة أشهر ليه والجمل ده كم سي 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 لا أفهم شيئا وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال ما أجمل الجمال يقولون أن الجمل سفينة الصحراء
هل دي حقيقة أم فتنة؟ يا رجل أنت تثرثر كثيرا. يا عم أنا اللي مصرصر، ده أنت اللي ضارب الشريط كله. أنا أريد أن أذهب النهاردة اليوم إلى جدي هريسة قبل ما يتهرس ويموت. عايز أعرف مكان ال ولا بلاش؟ أضحك ثاني يا رجل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تصل إلى مصر قبل شهرين، هذا على أقل تقدير. وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك إلى مصر من الحجاز. الحجاز؟ طب إحنا اللي جدنا مصر الجديدة. نعم نعم. إيه دي؟ نعم دي بتاعت أنا. مع السلامة عليكم. انتظر يا رجل، انتظر أرجوك. إيه؟ ينقصني فرد واحد لكي أتحرك بهذه القافلة. يا عم بسيطة، يا عم واحد مصر، لا لا أعمل حاجة معانا واحد مصر الجمل فاضي جوه. لا لا خش خش يا عم شيبوب، الجمل فاضي جوه، خش اركب اهو. خلاص يا عم أي حاجة؟ أبو غلات ست أمي. إن حالنا يزداد سوءاً يوماً تلو الآخر. أعلم يا عمي هريسة أنني أصبحت عبئاً عليك، فأنت مسؤول عن طعامي وشرابي وكسائي. لا تقولي ذلك يا هندو، فلقد تركك أبوك لي أمانة، ويجب علي أن أرعاك. حفظتك الآلهة يا عمه، ولكن كيف سنتصرف لتسدد ديونك التي أصبحت مثل جبل أحد بل تزيد؟ إيه، سأبيعك في سوق الرقيق. ماذا؟ رقيق؟ ألم تقل لي إن أبي تركني أمانة في عنقك؟ يا هندو، يا هندو، أنا لن أعيش لك طويلاً، فلربما اشتراك أحد السادة فيضمن لك غذاءك وطعامك وكسائك، وإنه من المحتمل جدا، ولو أنه احتمال ضعيف بل احتمال منعدم، أن يتزوجك أحد السادة فتصبحين من سادة قريش. لا يا عماه، لن أرضى أن أصبح أما. يا هندو، لقد مضى وقت الكلام، فقد حجزت لك في المزادن اليوم، ولقد أخبرني أحد المنجمين أن بيعك سوف يبعد عني وعنك سوء الطالع. هيا بنا يا هند، لا وقت للكلام. أترضى بذلك يا عمه؟ هيا هيا يا هند. لا لا، السلام عليكم. امتى صباحا يا هذا؟ يا عم عمت ولا ما عمتش، انا نفسي الاقي نقطة مية، انا حنكي بقى حطب. يبدو عليك التعب، من اين اتيت؟ لقد اتيت مشي من الحجاز. اتيت مشي من الحجاز. يجب ان تاكل يا هذا. يا عم انك تهذي. يا سيدي انا لا افهم كلام امك، انا اريد ان ماذا هذه اللمة؟ ملمومين على إيش؟ إنها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر إيه؟ يعني بواريك وقصص وكده ولا إيه؟ يا عم أنت ما بتردش عليها ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي،
وصار بكل أركان العقيش مقرنصا وهام بكل القارطات بشيكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موتا. ربك ما يا حمد علولي ادعي لي.